إن العدوان الأمريكي على الأراضي السورية وعلى السيادة السورية وعلى المواطنين الأبرياء العزل هو تعبير عن السياسة الهمجية والغطرسة الأمريكية الفاشلة التي تطبقها في المنطقة العربية. تقول أمريكا أنها راعية السلام وتندد وتصرخ مطالبة بالقضاء على الإرهاب، وهي أول راع للإرهاب، وهي صانعة للإرهاب، وهي داعمة للإرهاب. باسم الشعب السوري نرفضه رفض قاطع، لا وجود لأمريكا، لأنه أمريكا وإسرائيل هن سبب المشاكل، هن سبب المصائب، هن سبب البلاوي. سوريا كل عمرها حاضنة، الدول العربية كلها هي الأم. خرجت هذه الجماهير الفلاحين لتعبر عن رأيها وعن الضغط الذي تعاني منه، رغم الأمور التي قام بها جورج بوش المتغطرس هو وإدارته وأعوانه من جرائمه، والذي ضاف إلى صفحته صفحة جديدة من الجرائم المقترس جرائمه لإدارة جورج بوش. فهذا الشعب لن يركع